سلامة، وانتي تسلمين من السناب والانستجرام، ليش ما تحملين تطبيقات هيئة الصحة بدبي؟ ها؟ دوم الهيئة تقدم تطبيقات تسهل حياتنا وتساعدنا في الأمور الصحية والطبية. هي وانتي يا سلامة كأم ضروري تحملين تطبيق طفلي اللي فيه وايد ميزات، مثل السماح للأمهات بمراقبة رحلة الحمل ومتابعة وضعهم الصحي، حتى الاحتفاظ بصور الطفل من لما كان جنين لغاية سن الخامسة. وبعد سلامة أو نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد، أطلقت هيئة الصحة بدبي الحين حصانة، وهو نظام إلكتروني لمراقبة وإدارة الأمراض المعدية والأوبئة. الهدف من نظام حصانة هو ربط مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية والخاصة في دبي وشركائهم بنظام موحد لإدارة التطعيمات، التبليغ عن الأمراض وإدارة حالة تفشي الأمراض المعدية. مع هالنظام كل طفل وطالب يكون له ملف بتطعيماته، ويقدر العاملين الصحيين يراجعون تاريخ التطعيمات. وإذا الطفل كان عنده حساسية من أي تطعيم، بإمكان الأهل مراجعة جدول التطعيمات. وين؟ في تطبيق طفلي. عساكم دوم صحة وسعادة.